السلام عليكم طلاب. بالنسبة للحاسوب، أكو بعض الشرحيات في المنزل ما راح أوضحها ونطبقها عملي. مثلا يجينا يقول لنا شنو فائدة الأس بي دبل أس؟ ليش إحنا قاعد ندرسها أصلا؟ تقولوا له أول شيء إدخال البيانات، تحليلها، إنشاء الجداول، والرسوم البيانية. هاي فائدة. شنو إدخال البيانات وتحليلها وإنشاء جداول ورسوم بيانية؟ هاي مجرد فائدة الأس بي دبل أس. خوش، يقول عندنا نوعين من طرق عرض البيانات اللي هي الداتا فيو والفاريبل فيو. الداتا فيو شنية والفاريبل شنية؟ الداتا فيو راح تعرض لنا المتغيرات على شكل أعمدة، تمام؟ المتغيرات راح تعرض لنا اياها بشكل اعمده. اما الفاريبل بشكل صفوف، وكل صف يحتوي على سلسله من الاعمده، راح تصير على شكل صفوف وكل صف يحتوي على سلسله من الاعمده. مثلا هسه هاي الداتا، هاي الداتا فيو، تمام؟ هي عباره عن مجموعه من الاعمده، يعني راح تنعرض المعلومات بالاعمده. زين الفاريبل شنو هي الفاريبل؟ الفاريبل هي صفوف، هسه هاي واحد بصف الثاني. خوش، كل صف يحتوي على سلسله من الاعمده، تمام؟ تمام. عندنا مجموعه من الملاحظات. يقول النيومريك راح تدعم لنا الارقام فقط، الكوما راح تدعم لنا الكسور العشريه اللي تحتوي على فاصله، الدوت تعرفونها بعد النقطة، scientific notation اللي هي يعني الأرقام اللي تحتوي على أسس، هذا أنها متفيدنا بها، الديت اللي هو الشهر يعني التاريخ، التاريخ يعني مثلا عندنا شهر، يوم، سنة، عيد ميلاد إلى آخره، الدولار تعرفونها بعد، إذا عندنا فلوس غيرها نستخدم هاي الدولار. والسترينج راح تدعم لنا اللدر اللي هي الحروف فقط. هاي يعني مجرد انه تفهمونها فهم على مود خاطر يسألنا الشفوي نجاوبها. زين، نجي نطبقها عملي. اول شيء نروح للفاريبل فيو، نكتب النيم، تمام؟ النيم من اسمه يعني اسم، الاسم شنو؟ حروف. اذا نختار السترينج، السترينج هاي الكاركترز الطعمة 8 يعني عدد الاحرف اللي راح ندخلها، فاحنا نعطيها اكثر عدد احرف، مثلا 30، تمام؟ 30 حرف. زين، كذلك نضيف الايج، الايج هو عبارة عن عمر، يعني شنو؟ يعني رقم. اذا على النيومريك ونخليها على 8 لان احنا ما راح نضيف ارقام هواي، احنا رقمين بس. تطي اوكي. بالداتا فيو طلعت لنا النيم والايج. هذا الصف مال النيم يحتوي على سلسله من الاعمده، والصف مال الايج يحتوي على سلسله من الاعمده. زين، نجي نكتبها نفس ما موجود بالمنزل. نعطينا مثال، كاتب علي احمد محمد كرر، تمام؟ الأحمر 2 2 6 8، تمام. أول شيء عندنا الستاندرد ديفيشن، أو قبل الستاندرد ديفيشن خلينا نرجع على هذا النيو، تمام؟ هسه هاي عرفناهن، النيومريك من نطلعها، الدوت، هاي كلها عرفناهن، تمام. نجي هسه اول شيء الانالايز، تمام. النوب سكريبتيف ستاتستيك نطي فريكوانسز، تمام. هسه طلعت لنا هاي الواجهه، هنا أنا راح نخلي الايج ندوس يعني ننقلها للفاريبل نطي ستاتستيك. اول شيء عندنا اللي هو ستاندرد ديفيشن اللي هو هذا،
ندوس عليه نعطيه كونتينيو اوكي. ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا هنا الستاندرد ديفيشن اللي هو ايش قد طلع لنا؟ طلع 3. فاحنا من نجي بالامتحان قال اريده بالقانون واريده تطبيق عملي. اول شيء احنا نسوي التطبيق العملي، نطبق عملي طلعت لنا 3، بعدين يلا نروح نطبق بالقانون على مود من نحل لازم يطلع لنا نفس الناتج اللي طلع لنا اللي هو 3. هاي بالنسبة للستاندرد ديفيشن. كمان عندنا الرينج، ثاني وحدة اللي هو الرينج هم الانالايز والدسكربتيف ستاتستيك والفريكونسيز. هسه كلها هاي عبارة عن خطوات ثابتة تعطي ستاتستيك. الرينج هسه الرينج كونتينيو. الرينج هو شنو؟ هو أعلى قيمة ناقص الأقل قيمة. فهسه أعلى قيمة شقد؟ 8 ناقص أقل قيمة 2 يطلع لنا شقد؟ 6. فهنا طلع لنا الرينج 6. تمام؟ تمام. الثالثة اللي هو الماكسيموم والمينيموم، هاي تعرفونها أعلى قيمة الماكسيموم والمينيموم أقل قيمة، ما يحتاج يعني نشرحها. عندنا الفاريانس. الفاريانس هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن ستاندرد ديفيشن تربيع. تمام؟ هاي الفاريانس. خليني أطلع ستاندرد ديفيشن وياه. إيش طلع عنا ستاندرد ديفيشن؟ إيش قلت؟ 3. الفاريانس هو تربيع الستاندرد ديفيشن، يعني 3 لكل تربيع 9. فإحنا من نجي بالورقة من نريد نحل، أول شيء نحل الستاندرد ديفيشن بالقانون كامل، بعدين الناتج اللي راح يطلع لنا بالأخير الرابع لازم يطلع لنا 9. أنا أفضل تطبيق عملي قبل الكتابة على مود يطلع لنا نفس الناتج. تمام. هاي بالنسبة للفاريانس. عندنا ستاندرد ايرور مين، هم نفس الخطوات. تمام. ستاندرد ايرور مين هو ستاندرد ديفيشن، يعني انت هسه من يقول لك ستاندرد ايرور مين، هاي بس هاي تأشرونها هاي ما تأشرونها، بس انا قاعد أأشر ستاندرد ديفيشن على مود التوضيح شلون راح يصير. تمام. بس من يجي لكم الفاريانس مثلا تأشرون فقط الفاريانس، اي شيء ثاني ما تأشرونه. تمام. مثلا قال لكم ستاندرد ايرور مين فقط هذا تأشرونه، بس انا هسه قاعد اشرح قاعد اوضح لكم شلون راح يصير. هسه ستاندرد ديفيشن عرفناه ثلاثه، ستاندرد ايرور اوف مين هذا هو ستاندرد ديفيشن تقسيم 2، يعني 3 تقسيم 2 يطلع لنا 1.5. تمام. تمام. بعد عندنا المين والميديان والمود والصم. هذني تمام. سهذن المخرج. المين هو شنو؟ هو عبارة عن أفرج، معدل مجموع القيم هذني على عددهم. مجموع القيم هسه 8 و 6 14 و 4 يطلع عنا 18. 18 تقسيم 4 راح يطلع عنا تقريبا 9 على 2 يعني 4.5. هنا المين راح يطلع عنا لازم 4.5، طلع عنا هذا 4.5. الميديان هو المتوسط مالتهم، المتوسط هذا الميديان. شلون المتوسط؟ أول شيء نرتب الأرقام تصاعديا أو تنازليا. خوش، مو نرتبها هنا، لا نرتبها بورقة. خوش، هذا هو راح يرتبها وهو راح يعطيكم المتوسط. تمام. بس بالورقة أنت مترتبون الأرقام تصاعديا أو تنازليا. هسه هنا عندنا أربع أرقام، يعني شنو؟ يعني زوجي أربع أرقام. تمام. القيمة بالنص يا هي عندنا 2 وعندنا 6، نجمعهم هذين الاثنين، 2 زائدا 6 8 تقسيم 2
يطلع لنا 4. اذا الميديان لازم تطلع لنا 4. ايش قد طلعت لنا الميديان؟ طلعت لنا 4. اما اذا عدد فردي يعني مثلا هنا 2 2 6 8 مثلا 10 هنا، تمام. القيمه اللي بالنص اللي هي 6 يعني ما رتبناها، صارت من الاصغر للاكبر، فالستة هي بالنص. اذا عدد فردي هاي هي يطلع لنا الميديان، تمام. عندنا المود. المود هو عدد التكرارات اللي راح تطلع لنا، يعني الارقام اللي متكرره يا هم، يعني ايش قد عندنا متكررات؟ عندنا رقمين متكررات، يعني عندنا الثنيان متكرر مرتين. المود هو عدد التكرارات، تمام. هاي الثنيان كم مرة الفريكونسي هي نفس المود؟ 2، تمام. هاي الثنيان مو عبالكم انه هاي القيمة هي 2، انه الاثنين هي تكررات، لا، انه عندنا تكرارين، وش رقم واحد متكرر مرتين، تمام. عندنا اخر شيء الصم. الصم هو مجرد جمع، يعني يجمع فقط لا اكثر ولا اقل. يعني هسه احنا مساحة حسبناها 18، هنا أنا لازم تطلع لنا 18. هاي 18. اذن سهلات يعني ما بيه شيء. هسه ايش راح اضيف؟ راح اضيف الجندر. الجندر هو ارقام، شلون راح يصير؟ نروح على الفاليو، تمام. نكتب الفاليو 1، رقم 1 هو ميل، نعطي ال. رقم 2 هو شنو؟ فيميل، وهم نعطي ال، تمام. نعطي اوكي. نروح على داتا فيو، هنا انا غيرتهم، تمام. الجندر علي هو ميل، نعطي 1، وهنا نور 2، محمد 1، وهنا 2، تمام. اريد نعرف ايش قد الديكور وايش قد الهنا. نروح على الاناليسيس والفريكوانسيز، هنا بنضيف ساين المخرج، نضيف الجندر، تمام. هنا يعني تطير اوكي. الميل ايش قد؟ 2، والفيميل هم 2، تمام. هاي شلون سويتها؟ نروح على الاناليسيس والديسكربتيف والفريكوانسيز، هنا الستاتستيك كل شيء ما نخلي، يعني ما نخلي لها اي شيء، يبقى هذني كذا فارغه، خوش. بس نعطي اوكي، راح تطلع عندنا 2 ذكور و2 اناث، زين. نجي هسه على الكومبير مينز. هنا الكومبير مينز هنا الكومبير مين، شنو المقصود بالكومبير مين؟ هنا راح نحدد معيار على مود نفرق، يعني كل واحد مفرق عن الثاني. فهسه الجندر هل يعتبر معيار؟ يعني احنا نعرف انه الذكور والاناث هنا بس موجودين، بس ذكور واناث، تمام. النيم ما هي يعتبر، يعني هواي اسماء علي، هواي اسماء نور، تمام. الايج هو اللي راح نعتبره المعيار الاساسي الهن، بنختار الايج هنا والنيم والجندر ننزلهن هنا، تمام. هسه المعيار الاساسي هو شنو؟ الايج، يعني الارقام هنا ما تعتبر ارقام، هذا مو ارقام، هاي دلالة على انه هو ميل وفيميل، تمام. بس الارقام هي اللي تدل على المعيار الاساسي، فنطي اوكي. من نطينا اوكي، اول شيء علي المين مع التثنين، وفاطمة 8، وهاي يعني
هاي بالنسبة للنيم، بس الجندر أهم شيء. الميل عندنا اثنين ذكور، يا هما علي ومحمد. المين مالتهم أربعة. شلون أربعة؟ المين عرفناه أنه هو مجموع القيم على عددها، فستة زائدا اثنين ثمانية على اثنين طالع أربعة. الفيميل إيش كم واحدة؟ اثنين. تمام، اثنين هاي المين مالتها خمسة. شلون خمسة؟ ثمانية زائدا اثنين عشرة على اثنين خمسة. تمام، هاي بالنسبة لل للكمبير مين، يعني راح يطلع لنا مثلا هسه راح يطلع لنا المين مال الذكور او الاناث. فهسه مثلا نكتب مثلا احمد، هنا نكتب هنا تمام، هذا اللي كتبنا الاسماء. خوش، هنا انا راح اعطيكم الايج مثلا خمسة أربعة تسعة واحد. خوش، والجنة هسا نجي أحمد وحسين اثنين هم ميل، نعطيهم رقم واحد. بنينو آية فيميل، نعطيهم رقم اثنين. تمام تمام، نروح على الأنالايز والكمبير مين والميت. الأيج هو المعيار الأساسي وهذا اللي ينزل الجو، نعطي أوكي نزل الجو. الميل إيش قد؟ أربعة. هذا احنا علي ومحمد واحمد وحسين اربعة. ايش قد الميل مالتهم؟ 4.25. شلون صار؟ 2 زائدا 6 8، 8 و5 13، 13 و4 17، 17 تقسيم 4 راح يطلع لنا 4.25. هاي مال الذكور فقط، الميل مال الذكور. زين الميل مال الاناث ايش قد؟ هنا 1 و9 10، 10 و 8 18 و 2 20، 20 على 4 راح يطلع لنا 5. تمام، هاي يعني يطلع لنا الميل مال الذكور ومال الاناث. تمام، زين اذا اكو يعني اسماء متشابهه، بس احنا نقول مثلا هنا انا راح اضيف نوم. تمام، وهنا أنا مثلا ستة، وراح أضيف الجندر اللي هو شقد؟ اثنين، لأن هي ايش اللي هنا. تمام، نعطي كومبير مين، نعطي مين، هنا أنا الأيج وهنا أنا نيم والجندر، نعطي أوكي. نور شقد تكررت؟ تكررت مرتين. إيش قد الميل مالتهم؟ أربعة. نور هاي ستة وهاي نور اثنين، ستة واثنين ثمانية، ثمانية تقسيم اثنين لأنهن بس اثنين، ثمانية تقسيم اثنين راح يطلع لنا إيش قد الميل مالتهم؟ أربعة. هاي إذا تشابه أسماء. زين هسا أنا ضفت بنية، إيش قد صارت؟ صارت فيميل خمسة. تمام، فيجمعهن هذين مال الفيميل كلهن ويقسمهن على عددهن على الخمسة راح يطلع لنا 5.2. هاي بالنسبة للكومبير مين، هي هاي يعني أكثرية الأشياء اللي موجودة في هذا البرنامج واللي أخذناها.